أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. تنا لكم اليوم السيد ماجد مجان، the founder and CEO of PC King Computers. أستاذ ماجد، حابين نرحب فيك بداية طبعا. الله يرحب بكم على فضله وحياكم الله. منورين كقناة ABC العربية عندنا في مقر PC King للكمبيوترات، بالأخص الأستاذ ليب، جزاك الله خير وحياك الله وتفضل. الله يخليك. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. أنا اسمي ماجد مجان، أتكلم شخصيا عن شركة PC King للكمبيوترات. كيف جت الفكرة في بالي أني أنا أسس الشركة هاي؟ طبعا هي كانت هواية، مجرد من هواية صار تعليم وصار في دراسة وصار في شهادة، من عقبة حولت الهواية إلى بزنس كرواد الأعمال. أنا اليوم حاليا امتلك شركة وعندي خدمات متوفرة لجميع العملاء يتعاملون معنا. أكيد، خبرنا أكثر عن الخدمات والمنتجات أيضا اللي بتقدموها. نعم. للعملاء أخوي ليث، يعني شوف المنتجات نحن نتكلم فيها، البراند كشكل عام كله متوفر من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية بالأخص، من الحاسب الآلي والحاسب اليدوي، تمام، اللابتوب والسي بي يو والجيمينج بي سي. الخدمات اللي نوفرها طبعا احنا كبدايه قبل لا نبيع المنتج، نحن سيرفيس سنتر، نصين اجهزه الكترونيه بالاخص الكمبيوترات، منها اللابتوبات والجيمنج بي سي والديسكتوب. ما شاء الله. طيب، في ظل طبعا في ظل المنافسه الموجوده في سوق دبي وسوق الامارات بشكل عام في جميع مجالات العمل، لازم يكون عندك تاتش مميز. شو المميز عندك عن باقي المنافسين؟ بالطبع استاذ ليث، بالطبع نحن نشوف اللي يميزنا. طبعا انا ما بتكلم بالكثير لكن بالقليل، لان لو تكلمنا كثير ما بنخلص اليوم. أكيد. نحن نشوف قبل اتكلم انا في الموضوع شو اللي يميزنا، انا كنت عميل قبل للمحلات التجاريه الموجوده في الدوله، صحيح، ودارس دراسه شامله على السوق الحالي في الامارات وعارف الشركات هاي شو تقدم للزباين. فلازم لابد من كل مؤسس شركة يميزه بشركة ثانية، لأن في منافسة في الموضوع، صح، والسوق شرس، تعرف التسوق يعني في العالي وفي الرخيص وفي الكواليتي وفي اللو كواليتي. أنا أهم شيء عندي يضمن لي أن الكستمر اللي يتعامل معايا أو العميل اللي يتعامل معايا يكون مرتاح واثق تماما بالعمل اللي نقدمه له. أكيد أكيد طبعا. حابين أيضا نأخذ منك نصيحة لجميع المستثمرين، خصوصا مستثمرين الشباب. نعم. اللي حابين يستثمروا في دبي وفي دولة الإمارات. نعم. بشكل عام، نعم، الفرصة موجودة أستاذ ريت للجميع، مجرد فكرة والباب مفتوح لك وتكون لك مشروع. صح. وطبعا لازم أنت تدرس المشروع من غير دراسة ومن غير ذكاء ما بتنافس الشركات الكبيرة الموجودة في السوق الحالي. طبعا خبرنا أكثر عن الهدف والطموح اللي حضرتك راسمه للسنين الجاية إن شاء الله. بالطبع الحين الحمد لله رب العالمين كملت 3 سنوات في الشركة كتأسيس، عندي طاقم عمل اللي هم خدمة عملاء وعندي طاقم عمل كتكنيشنز. الحمد لله تم تدريبهم على بنفسي، أنا دربت الموظفين هاي على أساس أني أنا أكون متأكد يوصلون الجودة نفسها اللي أنا وصلها للكستمر. طبعا تمام. الخطة اللي درسناها إن شاء الله بإذن الله نحن نتوسع حاليا في الإمارات ودول الخليج، مجلس التعاون إن شاء الله نتوسع، وفي المستقبل لا شك أن نوصل للعالمية وما يغلبنا شيء. هدفنا الثاني هني نحن بخصوص العملاء، طبعا نحن اهم شيء عندنا الجوده في العمل، الخدمه المطلوبه للعميل اساس ان العميل يوصل للمقر يكون مرتاح، مستلمين الجهاز وعارفين خلل الجهاز يستلم الكواليتي سيرفيس، هذا اهم شيء، والسيجنتشر عندنا نحن كواليتي سيرفيس. فبينا ان شاء الله حياه الله يجرب خدماتنا، ان شاء الله ما بيندم ودائما بيكون متعاون معنا ان شاء الله. السلام عليكم، وياكم حسن نجار، جاي اليوم هني في محل بي سي كينج عشان اصلح اللابتوب، عندي مشكله، فعندي مشكله بطاريه اللابتوب هذا وايد قديم وانا ما حصلت له صراحه بطاريه في السوق. فصراحه الجماعه من بي سي كينج ما قصروا وياي، حصلت لهم القطع، حتى يعني مو بس السوفت وير، حتى الهاردوير ممكن احصله عندهم، والبرنامج كنت ابغي فوتوشوب نزلوا لي اياه فول فيرجن، وال حتى حصلته باسعار مناسبه يعني اقل من سعر السوق بوايد يعني، والجماعه ما قصروا، ضيفوني قهوه وكل شيء، يلسوني نفس الوقت، انا كنت جاي احط اللابتوب واروح، بس الجماعه قالوا لا يجلس، خلاص صدمت ان نفس الوقت خلصوا في اقل من ساعه.
فبصراحة أنصحكم فيه وأنا أشكر بي سي كينج فعلاً أنقذوا حياتي. My name is Clement. I'm from Nigeria. It's PC computer service. I'm very grateful for my phone. They fix my phone very, very okay, working perfectly. Anybody that need to fix, laptop, cracked one, broken one, any fault in PC computer, CPU, or electronic devices, phone, you can go to PC King. His expert are number one if computer fixing and everything. Hello guys, mama kuda kanidam PC king king badu ganna laptops ganna printers ganna megalama service ekak hondai hema de ekama PC king eke 1 year warranty ekak denawa hema de ekama used computers printers hema de ekata 1 year warranty ekak denawa meke lankawa ape weda karanawa suranga nalin me denna weda karana me honda service ekak denawa meke PC king scan ekatama kiwoth egolange hema deema number 1 这一次那个我来到这边是在 Google 上面找到的，然后我这次的问题是我的笔电就是进水，然后再来就是我个人的英文不是很好，然后但是这边的这位先生就是有很耐心的跟我讲解，然后他有帮我就是从这个他有帮我拿很特别的仪器，然后帮我检查这个电脑里面的内部，然后也很耐心的跟我讲解，告诉我说这个电脑的问题在哪里，然后它的收费非常的便宜，那基本上这个我也是今天来，然后今天就拿到，收费是非常合理的，然后解说也很详尽，所以如果可以的话就是可以来这个地方 PC King Computers， 然后这边很推荐你们来，即便英文不好你们也可以来这里。النظام ما يقبل اخر update لكن نحن عندنا شغل custom software ان شاء الله نضبط اخر OS يكون برمج وجاهز للاستخدام. طبعا الضمان يشمل سنة كاملة، نوفر لكم خدمات مجانية تحت الضمان إذا المشكلة ردت مرة ثانية. طبعا هذا استيكر ضمان نحط على أي جهاز لابتوب بعد ما يتم صيانته في شركة بي سي كينج للكمبيوترات. الضمان يشمل سنة كاملة على السوفتوير. ذكرنا الآن الإمارات وعيال زايد، نعم. نذكر أيضا الأمن والأمان أكيد في دولة الإمارات، وكيف ممكن يساعد على استقطاب مستثمرين من خارج الدولة أو حتى من داخل دولة الإمارات، وكيف ممكن يساعد على استقرار السوق. 100% أكيد، نعم. طبعا أستاذ ريت لو تتكلم عن الأمن والأمان، دولة الإمارات العربية المتحدة الأول عالميا طبعا في الأمن والأمان. طبعا نحن كمدينة دبي لا شك ان الاقتصاد موجود والاستثمار مش ما في اي مخاوف كمستثمر اليوم يستثمر في الدوله. أكيد. الابواب مفتوحه لجميع الزوار وجميع المستثمرين طبعا. نعم. اكيد. حابين ايضا نتشكرك على ظهورك معنا اليوم استاذ ماجد، نورتنا ونورت برنامج رواد الاعمال. نور نوركم وحياكم الله استاذ. الله يحييك. الله يحييك. وحابين ايضا نتعرف على كيفيه الوصول والتواصل لبي سي. طبعا نحن متواجدين في داون تاون ميلينيوم سنترال داون تاون، فندق ميلينيوم سنترال داون تاون بالاخص كريستال تاور، في مكتب رقم 17، خدمه العملاء متواجدين هنا الحمد لله، ساعات العمل من 10 صباحا لين 9 مساء. تمام. ومتواجدين على السوشيال ميديا انستغرام حسابنا pcking.ae. طبعا جميع ارقام التواصل وايضا الموقع سوف يظهر اسفل الشاشه. نشكرك مره اخرى استاذ ماجد. الى هنا اعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الاسبوعيه مع ضيفنا المميز استاذ ماجد. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC العربيه. دمتم بخير وفي امان الله.